عايزينك بقى تقول للناس ما تقولناش احنا ايه الدنيا. لا طبعا الكلب اختلف كتير طبعا لما كنت جاي. بس بما يرضي الله. لا فعلا انا حاسس انت بتجاملني. لا لا بتجاملنيش. Yeah.
كلمه كلمه. كلبك بقى بيقابلك مش كلبك؟ ايه؟ لا ما هو بيقابلك الراجل بيقابلك. ده في دي مقابله. دي مقابله ده بيقول لك الحمد لله على السلامه وحشتني. انت المفروض تاخده بالحضن بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا ماكس لو كنتوا فاكرينه اللي احنا استلمناه وصاحبه كان ما تديلوش ايدك في بقه عشان ما تعودوش على الموضوع ده تاني. تمام؟ طبعا ماكس يا جماعه اللي كان جاي مش هنتكلم احنا، هو صاحبه يتكلم. حازم صح؟ حازم من اسكندريه. اهلا وسهلا، تنورتنا النهارده. عايزينك بقى تقول للناس، ما تقولناش احنا ايه الدنيا؟ لا طبعا الكلب اختلف كتير طبعا لما كنت جاي. بس بما يرضي الله. لا فعلا. انا حاسس انت بتجاملني. لا لا. جاملنيش يعني؟ لا ما كانش كده طبعا. طيب احكي لنا من ناحيه الاول الحاله الصحيه بتاعت الكلب. لا كده الحاله الصحيه بتاعته بقت احسن شويه. تمام. نظفت الكلب؟ لا كويس. جد؟ لا تمام. طيب بالنسبه بقى للطاعه، انا انت طبعا اول ما جبته هيباره وتنطيط ولعب على الفاضي ما كانش بيقعد يعني كده خلاص. مفيش. مؤدب. طيب في الشراسه بقى؟ لا الشراسه طبعا ما كانش فيه خالص، بس دلوقتي بقى كويس. الحمد لله دلوقتي بيهجم وبيخش تمام تمام. ايه رايك في المكان هنا؟ لا المكان جميل. ثقتك لابو نور في محلها؟ فعلا. حبيب قلبي حبيبي، في حاجه عايز تقولها للناس؟ لا كده تمام عادي. جد؟ لا تمام. حبيب قلبي انت نورتنا النهارده وربنا يبارك لك فيه يا رب. طمن بقى على كلبك تمام، وهنقول لك تعمل معاه ايه في الفتره الجايه دي عشان تبقى ماشي صح. تمام؟ تحياتي ليكم يا جماعه وتحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. ده كان ماكس طبعا، تحيه لصاحبه كمان، وحلينا الحمد لله اغلب المشاكل بتاعته، وباذن الله بمشيئه ربنا يكون دايما في الخير. واي حد محتاج اي حاجه يشرفنا بسؤاله على قناتنا على اليوتيوب، هنرد عليه في حلقه. وكمان لو اي حد محتاج اي مشكله رقمنا 0130 35 709، شرفنا باتصالك، في سكرتيره هترد عليك بكل تقدير واحترام، وطبعا احنا تحت امركم في اي حاجه. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.